قدم برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات حلقة جديدة بعنوان الأردن أرض التاريخ والقداسة. استضاف البرنامج خلالها أمين عام وزارة السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين، الذي أشار فيها إلى أن السياحة هي رسالة يقدمها الأردن إلى العالم وبالذات السياحة الدينية، مستشهدا بموقع المغطس الذي يحتاج إلى جهود مكثفة ومشتركة بين وزارة السياحة والكنيسة للترويج له بشكل أوسع على مستوى العالم. فإلى هناك، نحن في الأردن في رسالتنا أيضا السياحية لا نتطلع لفئة فقط الدخل المرتفع. نحن لأنك مثل ما تفضلت في المقدمة الرسالة السياحة رسالة، ونحن من خلال الرسالة نقدم رسالة الأردن إلى العالم. يا سلام. لا نتطلع فقط إلى الجانب المادي، نتطلع لأن تكون الرسالة هي جسر للتأكيد على عمق الأردن، على حضارة الأردن، ولإيصال رسالة الأردن إلى العالم. وربما إحنا في هذا الجانب ما بقول قصرنا، ولكن كنا لغاية الآن لم نعطي هذا الجانب حقه في إيصال رسالة الأردن وبالذات الدينية إلى العالم، سواء المسيحية أو حتى الإسلامية. الإسلام انتشر في العالم بعد معركة مؤتة. قبل معركة مؤتة كان محصور في الجزيرة العربية، من معركة مؤتة انطلق المسيحية بعد العماد. بدون عماد لا يوجد مسيحية، وبالتالي رسالة الأردن والتي أيضا يطلقها ويمثلها صاحب الجلالة كوصي على المقدسات في المنطقة، هي واللي أيضا يعني شاهدنا في السنوات الماضية كم كان من هناك في مناسبة لتكريم جلالة الملك كصانع سلام، كممثل للرسائل، كحامل للرسائل أيضا. فهذا الجانب نحن ما نرغب في إيصاله من خلال السياحة، إطلاع العالم على رسالة الأردن.